هاي نحن مشروع ليلى. حمد، انت طبعا لما كنت على غلاف مجله التاتو واعلنت ان انت مثلي الجنس، ليه ما اعتبرت شيء خاص؟ ليه قررت انك تعلن عن الامر؟ المرات الوحيده اللي بيطرقوا فيها لموضوع المثليه الجنسيه بتكون يا اما ليسخروا من مثليه الجنس، بس مش هذا الشيء اللي بيأذي اكثر شيء. اللي بيأذي اكثر شيء هو اذا بدك الكبت الاجتماعي عن هالشيء. I'm not afraid.